أسوة بباقي المدن الليبية، استقبل المواطنون في مدينة سبها شهر رمضان المبارك وسط شكاوي من ارتفاع أسعار الكثير من أصناف الخضار واللحوم وأغلب المستلزمات الضرورية لمائدة الإفطار، تزامناً مع نقص السيولة واستمرار الحرب على العاصمة طرابلس. بالنسبة لموضوع طرابلس حالياً تمام، يعني في حاجات سعرها شوية، فهمت علي، سعرها في العالي، وفي حاجات سعرها قاعد ثابت، يعني مش كلها، يعني زي الدجاج كان فترة اللي في الأيامات اللي فاتت ب 17، تو نزل ولا في 16، تمام؟ وفي حاجات تانية يعني زي المفاريم وكذا بدأت تغلى عشان الهبرة ولا تليق أغلى من قبل. أغلب السلع الأساسية في الأسواق متوفرة، إلا أن القوة الشرائية هذا العام شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالعام الماضي، الأمر الذي أجبر المواطنون على الاكتفاء بشراء الحاجيات الضرورية فقط. أسعار الحليب والأجبان والعصائر قاعدة ثابتة يعني كويسة، ولكن الغلاء الحقيقة في اللحوم. اللحوم غالي شوي الحقيقة، 45 كيلو، يعني شوف الوطني خروف وطني كيلو 45، البقر نفس العملية، الهبرة الحقيقة فيها زيادة أكثر من السنة اللي فاتت. المواد الغذائية في السنة هذه أفضل، ولكن اللحوم السنة اللي فاتت أفضل. أسعار فيها زيادة شوي، الماضم 7 دينار، واللحم والله تو ما نحكي لك الحق. الأسعار مع نقص السيولة الأسعار مرتفعة، السلع التموينية، الخضرة، اللحوم، كل شيء يعني كل الأسعار في زيادة. حليب 5 دينار، العصير 5، يعني لا قوة إلا بالله الأسعار. ما بين الارتفاع المتسارع للأسعار وتأخر صرف المرتبات ونقص السيولة النقدية، ينتظر المواطنون هنا الحلول من قبل المسؤولين لتحسين أوضاعهم الاقتصادية والمعيشية قبل قدوم عيد الفطر.